مشاهدي الأعزاء مرحبا بكم. سوف نتحدث في هذه الحلقة تحديدا بما يمكن اعتباره استكمال للحلقة السابقة، لأنه مصر تحت حكم الإخوان تستحق دراسة متأنية، لأنه داخل فيها عوامل كثيرة، القوات المسلحة مع ثورة 25 يناير، مع الوضع العربي العام والعلاقات مع دول الخليج. يعني أنا عايز أقول أنه من الحاجات المخيفة أنه كان هناك محاولة للعبث بثوابت السياسة الخارجية المصرية. يعني أنتم متذكرين تصريح الدكتور عصام العريان اللي شتم فيه الإمارات وقالهم سوف تخضعوا تحت أقدام الفرس، أو عبارة بهذا المعنى، ورد عليه في نفس اليوم ضاحي خلفان. مثل هذه الأمور تعتبر من قبيل العبث، لأن العلاقات المصرية العربية من الثوابت، ولا حد احنا بيننا وبين قطر بعض التوتر، ومع ذلك هناك ثوابت يجب احترامها، لأننا بلدان عربيان شقيقان، إذا كان في خلاف النهاردة لن يستمر أبدا، ولم يكن موجودا من قبل، ولا يجب أن يكون موجودا. يعني نفسي نرتفع دايما عندما نحدد مسارات السياسة الخارجية عن المساس بالنقاط الاستراتيجية في العلاقة. يمكن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت علاقة طيبة، وأوباما كلمه عدة مرات في محادثات تليفونية، وأكثر من كده يعني لعلي أقول أنه لأول مرة في تاريخ مصر توقع الدولة المصرية على وثيقة لضمان عدم اعتداء حماس على إسرائيل. اعتبرنا الكفاح المسلح نوع من العدوان، أي عمل عدائية من جانبها. مبارك ما عملهاش ولا أي نظام قبله. إذن نحن كنا أمام مرحلة تحتاج إلى دراسة وتمحيص على الصعيدين الداخلي والخارجي. الصعيد الخارجي أيضا أنا أظن أنه كان فيه تفاهمات غير معلنة بين الإخوان وواشنطن تجاه المشروع الإسلامي من ناحية، تجاه ضمان أمن إسرائيل من ناحية تانية، تجاه العلاقة مع دول الخليج والتعامل معها والضغط عليها. مين قال أن الأمريكان ما يرحبوش أن الإخوان يبقوا عنصر ضاغط على دول الخليج؟ طول النهار بيدوروا على أي ضغوط يحطوها على دول الخليج، لأنه الأرصدة المليارات الدولارات اللي عندهم بتاعتهم عمالين يمطوا في كل شيء ويستفيدوا في كل شيء ويخلقوا عدو وهمي، ولما يخلص يجيبوا له بديل عنه، تخلص القاعدة تيجي داعش، يمشي صدام حسين يقول لك بشار الأسد. يعني في حالة من حالات خلق العداءات على الساحة العربية من أجل أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية دور دائم في المنطقة. أظن جماعة الإخوان المسلمين لم يكن لديها ما يمنع ذلك. وفي تاريخيا تراث للعلاقة بين التيارات الإسلامية وبين الولايات المتحدة الأمريكية مع اليمين والغرب عموما. يكفي أنهم الاثنين كانوا حلفاء في وضع حزام ضد الشيوعية تاريخيا، فما كانتش المسألة جديدة على أي من الأطراف. على كل حال لما جه الرئيس مرسي في حكم البلاد، كما قلت لحضراتكم، يعني كان منا من يتمنى أن تنجح مصر، ألا هو أردوغان لما نقل مستوى دخل الفرد من 3000 دولار ل 11000 دولار، حد قال له ده أنت إسلامي؟ خلاص سياسة ناجحة، الناس انبسطت منها، ملاش علاقة باللون ولا التوجه ولا. لكن في الإخوان المسلمين لا نجاح سياسي ولا استقرار داخلي ولا هيبة دولية ولا قدرة على إدارة الأمور. برضو لازلت حد في الدنيا يقبل أنه يبعت محافظ لمدينة الأقصر، المدينة السياحية الأولى في العالم بشهادة اليونسكو بما فيها من تراث، يبعت لها واحد عضو الجماعة الإسلامية، عضو سابق فيها، اللي هي المتهم الأساس والرئيس واللي معروف رسميا بمذبحة الأقصر في نوفمبر 97؟ لا، ده عملية تخريب مباشرة. أنا لا أعلم كيف كانوا يفكرون، ما كانش عندهم خبراء ولا يستعينوا بأحد. مشكلة الإخوان يا حضرات إنه لو فيه مصطفى إخواني وخبرته 20%، لكن محمد مصطفى إخواني وخبرته 20% ومحمد مش إخواني وخبرته 90%، لا ياخد الإخواني أو المتعاطف معه. وذلك أنا شفتهم حطوا في بعض المواقع ناس لا علاقة لها، سواء في المحافظين أو في الوزراء. على كل حال يجب أن نعترف أنه بداية اكتشاف انهيار حكم الإخوان هو الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012. ليه؟
لأنه اكتشفنا أن الرجل يريد فعلا أن يكون ديكتاتورا باسم الإسلام. وفي دولة أوتوقراطية ودولة ثيوقراطية. الدولة الدينية لما تبقى دولة ديكتاتورية ده نوع من الفاشية الدينية والاستبداد الذي لا يقبله أحد، والإسلام لا يرضاه. الإسلام دعا إلى الشورى وإلى أخذ الرأي والرأي الآخر وإلى ترجيح الحجة وإلى التفاهم بين الأطراف. ما فيش أبدا في الإسلام ما يمكن تسميته بأي حال من الأحوال استبداد إسلامي، وما فيش إرهاب إسلامي. كل دي مسميات ألصقت بالإسلام نتيجة الممارسات التي قام بها بعض الطغاة أو البغاة أو الظلمة في مراحل معينة. البيان بتاع الإعلان الدستوري لما طلعه الرئيس مرسي يعني شعورنا فعلا أن هذا هو المسمار الأخير في نعش حكم الإخوان. وأظن القوات المسلحة تنبهت وغيرها. نسيت أقول لكم أنه الشعب المصري ينظر للمؤسسة العسكرية على أنها يعني ابنه البكر، ويرى فيها جزء من كبريائه وكرامته ومكانته. فعندما جرح هذا الكبرياء وتلك الكرامة بعزل، أنا بسميها كده، كل يعني صحيح حالة للتقاعد وخد نشان وبتاع، إنما تديك إحساس بأنه عمل قائد العام للقوات المسلحة كما عمل أيضا رئيس أركانه معاملة لا تليق بتاريخ القوات المسلحة المصرية أبدا. والكل كان يضع القوات المسلحة في مكانها الطبيعي، ما عندناش حساسية في هذا، لأن الجيش كان جزء من التطور الطبيعي للدولة المصرية. الدولة المصرية بنت جزءا كبيرا من أسسها قوامه القوات المسلحة. فعملية إقصائهم وتناديه في القصر الجمهوري وتقعده مش عارف في صالة، وبعدين تروح تجيب اللواء السيسي، الراجل ملوش ذنب، ولم يقبل المنصب إلا عندما علم أن المشير طنطاوي هو الذي رشحه ويبارك ذلك. إنما طوى النفس هو ورفاقه على ابتلاع إهانة لا مبرر له شعر بها المواطن المدني العادي اللي زيه، فما بالك بالعسكرية المصرية التي لا يجب أن تقبل ذلك، لأنه إقصاء غير مبرر ومفاجئ وشكله تآمري. هيك صورة لشخصية الإخوان اللي هو فاكر نفسه بيباغت، وكانوا متصورين استحواذهم على السلطة يسمح لهم بأن يفعلوا كل شيء دون أن يدركوا أنه لا سلطة لهم إلا بهذه القوى التي يناوئونها. مش فاهمين الفكرة، مش عارفين لعبة الحكم كويس. أيوة أنت هتدي أوامر، بس لازم في مقابل هذه الأوامر يبقى فيه صلاحيات لقوى معينة ولك عليهم شيء، يعني ليك عليهم دلالة. دلالة ارمي بياضك الأول زي ما بيقول. ماذا فعلت لمصر؟ أيوة مبارك يقدر يجيب أبو غزالة وراح شايله في 5 دقايق قدامنا. أه لأنه له رصيد في القوات المسلحة وعامل بدائل ومجهز أموره بشكل منظم. إنما هذا الأمر الذي حدث لم يكن أبدا مسبوقا في تاريخنا العسكري، وأدى إلى إحساس كبير بالمرارة لدى العسكريين، واعتبر لطمة تاريخية للقوات المسلحة. وسوف تظل القوات المسلحة تتذكر الإخوان المسلمين ذلك دائما. وأنا عايز أقول حاجة، دعم القوات المسلحة لثورة 25 يناير سلبيا، يعني بالامتناع عن مقاومتها، ودعمهم لثورة 30 يونيو بحماية الجماهير والتعبير عن رأيها وإعلان موقفها في 3 يوليو، احنا في عصر 3 يوليو وما بعدها، ده ايضا موقف من القوات المسلحة. هي حمت الثورتين، مرة بالامتناع عن إجهاض الاولى ومرة بدعم الثانية. مرة كانت الثورة ضد حكم الرئيس الاسبق مبارك، ومرة الثورة ضد حكم الاخوان المسلمين الذي لم يستمر الا عاما واحدا. عشان كده انا عايز اقول انه القوات المسلحة يجب ان توضع في مكانها الصحيح، ولا يجب ان تكون ابدا لدى البعض تصور أنها تقوم بدور منفرد على حساب الديمقراطية والحريات. لا يجب أن يكون الأمر كذلك أطلاقا. يعني أنا في رأيي أنه لم يكن أمامنا خيار أفضل من الذي حدث. يعني هو إما أن تمضي في طريق فيه فساد مالي وإداري وربما سياسي وقبضة استبداد أمنية شديدة، وإما تقع في قبضة التطرف والتخلف على الجانب الآخر. ألا يوجد طريق ثالث للمصريين يمضون وراءه إلى الأفضل؟
أعتقد أنه هذا ما نسعى إليه ويجب أن نحرص عليه. مكتب الإرشاد كان عامل نفسه مكتب فوق المكاتب. أنا مرة كنت في إيران في ندوة وشفت أن المرشد العام يحط له كرسي فوق ورئيس رئيس الجمهورية تحت كده زي الصبي تحته. وأظن حافظ الأسد مرة لما كان هيلتقي مع المرشد العام قالوا له ده أنت هتقعد تحت أنت وخاتمي قصاد بعض على كراسيكو أو رفسنجاني مش متذكر والمرشد العام فوق كده. ده بقى الذي لا يقارن. مكتب الإرشاد توهم نفس الشيء. أنا فاكر مرة تصريح حد من الإخوان قال إن المرشد العام أقوى من أي رئيس جمهورية ولا يتطلع إلى أي منصب سياسي. أنا فاكرها دي. ليه؟ لأن هم كانوا بيشعروا إن مكتب الإرشاد هو السلطة العليا. يعني كان زي ما أقولك مش فيه في المسيحية أبانا الذي في السماء. كانت الناس بتتريق وتقول لك أبانا الذي في المقطم. خلاص المقر هناك وما شفتوش عملوا إيه إزاي والمعارك اللي حصلت عند المقطم والحجارة اللي كانوا بيلقوها على الناس من بره. يعني الحقيقة من أعمالكم سلط عليكم. لم يحدث لهم ما حدث إلا نتيجة ممارساتهم. ولويتهم يتعظون ويبدأون صفحة جديدة فيها مراجعة للماضي، فيها اعتذار عن الجرائم والأخطاء، فيها إحساس بالمسؤولية تجاه الشعب المصري وتجاه الأمة الإسلامية ككل، وفيها نبذ للإرهاب ورفض للعنف. كل هذه الأمور مقدمات حتى يؤمن بأن الأمة مصدر السلطات ويقبل بتداول السلطة. اللهم مش قالوا للمشير السيسي احنا جايين نحكم 500 سنة، احنا مفهومنا للحكم ان احنا هنقعد 500 سنة. شفت الجبروت؟ يعني قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. مكتب الإرشاد كان مؤسسة فوق مؤسسة الرئاسة. وبعدين ظهرت بقى قيادات الجماعة في المؤتمرات السياسية اللي هم بسند مرسي كأن لهم دور. يعني لاحظنا ايه؟ ان قيادات الجماعة بدأت تطغى على دوائر الحكم. طب ما هو ده اللي كنا بنشتكي منه في عصر الرئيس مبارك، ان الحزب الوطني بيأثر على سياسة الرئيس الذي يجب ان يكون مستقلا وحكما لكل السلطات. انا شخصيا في رسالة مني للدكتور أسامة الباز عليه رحمة الله وجدوها في أوراقه تاريخها 17 نوفمبر سنة 81 أول ما مات السادات، فقلت له 5-6 نقط يا ريتها تتنشر. أول نقطة فيها قلت له أن يتخلى الرئيس الجديد حسني مبارك عن رئاسة الحزب الوطني ويبقى رئيسا لكل المصريين وحكما بين السلطات. النقطة الثانية كنت قلت أحذر من التزاوج بين السلطة والثورة فتلك آفة عانى منها النظام في السنوات الأخيرة. شفت؟ واقترحت يومها تعيين الشيخ شعراوي شيخ أزهر عشان أجيب عالم إسلامي له شعبية كبيرة يقدر يلم المؤسسة الدينية الرسمية ويواجه جبروت التطرف بعد أحداث أسيوط ومصر على الرئيس الراحل السادات. إذن كان هذا هو تفكيرنا دائما، نريد بلدا مستقرا آمنا تقوم أسسه على العدالة والمساواة وفهم ما يجب أن يحدث. ظهرت قيادات الجماعة. يعني مثلا الأخ حسن مالك شخص وسيم لطيف المعشر، عنده كده نوع من يعني الكبرياء الشخصي الذاتي، وبدأ يعمل حاجة مؤسسة اسمها أولا مش عارف ولا أنا مش فاكرها إيه، والناس بدأت برضو كله يتسابق. ما احنا مصر كله يتسابق جواز المرور إلى الاستقرار وقبول الأخطاء لا يتم إلا باسترضاء الحاكم. مصر كلها تقاليد مملوكية، بتشوف مين اللي يقولك يوم بكرة في القلعة، مين اللي بقى في القلعة اللي بيحكم، يقول له مش عارف سيف الدين قطز، لا ده برقوق، ده مش عارف مين، دي المماليك البرجية، دي البحرية. الولاء يتغير على طول. أنا شفت كثير من الشخصيات المصرية ورجال الأعمال والسياسيين يتبارون في الهرولة إلى النظام الجديد. يعني أنا وغيري كنا ننتقد نظام مبارك في بعض أخطائه، ولكننا ننتقد الإخوان المسلمين بنفس الدرجة وأثناء وجودهم في الحكم. لم أترك مناسبة إلا وقررت فيها أمامهم أنهم فاشلون ومقضيون على حكمهم بالانتهاء. فترة حكم مرسي القوات المسلحة حاولت تبهره، يعني حاولت تفهمه الدنيا ماشية إزاي، وجابوه أكتر من مرة لمناسبات معينة، تخريج كليات عسكرية، تخريج مناسبات معينة، حتى يرى إن الجيش مش لعبة
وان العبث به امر مستحيل، ده جيش مصر. ولكن لم يكن الاخوان مدركين لهذه الحقيقة، كانوا يتصرفون دائما كما لو كان عليهم ان يمضوا في نفس الطريق دون تردد. واعتبروا بصراحة ان الاطاحة بطنطاوي وعنان انتصار للعسكرية المصرية، تصوروا. وعملت بقى زودت الجبروت وعملت الغرور الذاتي، وتصوروا ان المؤسسة العسكرية في جيوبهم. ربنا سلط عليهم شاب مصري بالمعايير الحديثة بقى، ما هو كان تحت الستين لسه السيسي، يعني لابت في الدرة وعرف يعيد لمصر كبريائها ومكانتها. الغريب اللي انا ملاحظه وكنت بلاحظه والمواطنين كلهم بلاحظوه معايا، ان الرئيس الاسبق مرسي كان بيتصرف احيانا كما لو كان قد آل اليه ملك البلاد الى الابد، وان وراءه قوة كبيرة. ايه القوة دي؟ مش فاهم يعني. جماهير الاخوان عددهم مئات الالوف فقط، الاخوان المنظمين الكوادر، بيراهن على فقر المصريين ماشي، اللي نفعه انه بيقارن نفسه باخطاء النظام سبقه، ما مش هتمتد هذه المقارنة ما لم يحدث تطور إيجابي. الفقراء ازدادوا فقرا، لا الفلاح مبسوط ولا العامل مبسوط. وأنا شفت وسطاء الناس يقولوا الله، ما الجماعة دول المشايخ دول بيسموهم كده ما عملوش حاجة بالدقون دي، ما وصلش حاجة، ما وصلناش لحاجة. تصوروا كما قلت أنا أن الإطاحة بتنطاوي وعنان هي نوع من الانتصار للإخوان المسلمين على العسكرية المصرية، وهذا ثأر تاريخي قديم. هم بيكرهوا فكرة المؤسسة المنتظمة، سواء الدولة ممثلة في الجيش أو في الشرطة، حتى القضاء ما كانوش عايزينه، عايزين يحولوه إلى قضاء دينيين طرف، الشرطة يحولوها إلى ميليشيات. يعني كانوا عايزين يعملوا دولة على نمط مختلف عن الدولة الحديثة، تخدم أهداف الجماعة وتتسق معها. علاقة الرئيس الأسبق مرسي والمشير السيسي اللي كان فريق أول السيسي في ذلك الوقت كانت علاقة طيبة. وأنا دعيت مرة إلى أحد ندوات القوات المسلحة، وكان هناك موجود الفريق أول السيسي وموجود رئيس الأركان، وكنت أحد المتحدثين. وكان واضح أن المؤسسة العسكرية مؤسسة محترمة، يعني ما بتحبش تنشر غسيلها وتتكلم عن الجميع باحترام. ده أنا هذكركم البيان اللي عمله السيسي يوم 3 يوليو، كان بيتكلم عن 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 مرسي بكلمة السيد الرئيس، وقلت للسيد الرئيس ونبهت السيد الرئيس إلى آخره، ارجعوا للنص. فالمحترم بيحترم الآخرين عشان يحترم نفسه، هم ما كانوش بيعملوا كده. فاكرين أول خطاب لمرسي لما قعد يقول سائق التوك توك وفتح الجاكيته وقال لك يلا أنا مش لابس قناع ولا مش لابس صدر واقي يعني، ونزل للناس. الحقيقة هو كان متردد يأدي اليمين فين، ده دولة عصرية يا حضرات. ده النحاس باشا كاد يحرم فاروق من عرش أجداده لما زين له البعض إنه ممكن يعلن نفسه ملكا يتوج من القلعة، ويلبسوه عباية جده محمد علي ويكتتب الشعب المصري في التاج احتراما للملكية المصرية. النحاس باشا بعت له على طول عن طريق مكرم عبيد ومحمد التابعي، وراحوا بلغوا مصر الملكي يقولوا رحمة حسنين بطل هلضمة، يجي يستلم العرش وفقا للتقاليد الدستورية الغربية يروح عند والدته، ما عندناش عرش خلاص. محمد مرسي بقى قاعد يتدلع عشان أعداء اليمين. وأنا الحقيقة أيامها قلت لو تقاعسوا وقبلوا خروج عن التقاليد ده تبقى شيء مر جدا. حتى قسم رئيس المخابرات العامة، قيل انه جرى تحوير في النص عشان يبقى الولاء للرئيس اولا واخيرا، يعني مش ممكن. انا عارف انه كان قسم الرئيس المخابرات العامة كان بيبقى امام الرئيس لوحده، لكن هو ولاء للدولة مجسدا في شخص الرئيس، مش ولاء للاخوان مجسدا في شخص الرئيس. لا، محدش يولي جماعة ولا حزب. فرض النحاس باشا على الملك فاروق ان يتبع التقاليد الغربية المحترمة الدستورية وفقا والمعروفة، ويذهب للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية ويتوج ملكا للبلاد. وقال له الهلضمة دي ما تعملهاش معايا. وبعت لحسنين بقى المعلم الكبير اللي قاعد جنب الملك أحمد حسنين
الذي تزوج نازلي بعد كده طبعا زواج عرفي، كل الناس عارفة هذه القصص، ودي كانت الكوارث اللي أطاحت بالعرش العلوي كله. هذه القصص، القصة دي مع قصة زواج فتحية أخت الملك من ملحق إداري في وزارة الخارجية مختلف الديانة، كل الأمور دي أطاحت بيها. فجيه مرسي يقول لك لا، ما هنأدي اليمين في ميدان التحرير. الله. ومرة تانية يقول لك طيب أديه أمام البرلمان، وراح أدى اليمين عدة مرات، مرة في مؤتمر في جامعة القاهرة، إلى أن أداه في المحكمة. وأنا فاروق سلطان ودرجة صديق اعتز بيه قال لي إنه يوميها ما كانش عايز تصوير، إنه يتصور جوه المحكمة الدستورية ويؤدي اليمين، لكن فاروق بيه عارف التقاليد، ده يمين علني. قال لك جبت له كل الكاميرات عشان ساعتها لقى نفسه من أمر الواقع. يعني ناس عايزة تغير الأشكال الدستورية والتصرفات القانونية والإجراءات الطبيعية للبلاد، مين يقبل تغيير هويته؟ ما أنا قلت لكم قبل كده عدلي منصور قال قبل المصريون القهر السياسي عدة قرون، وقبل المصريون القحط الاقتصادي عدة عقود، ولكنهم لم يصمدوا للقهر الفكري وتغيير الهوية إلا عاما واحدا وغيروا النظام. إلا هويتي وشخصيتي. هذكركم أنا أيضا ببعض خطب مرسي، الخطبة التي يعني في رأيي كانت النهاية، ولو تشوفوا الفريق أول السيسي قاعد حاطط إيده على جمع خده كده وعمال يتفرج عليه، وكان بينهم اتفاق على نقاط معينة لإصلاح المسار وتصويب الأخطاء، ولكنه فاجأه وفاجأ الجميع بخطبة تانية خالص، لأنه قلت لكم لم يكن يملك من أمره كل شيء. الراجل مظلوم في حاجات كثيرة جدا، مجلس الإرشاد وفيه صقور كما فيه حمائم. مجلس الإرشاد هو الذي تصور أنه المسؤول الأول عن حكم البلاد، ولذلك كان هو الذي يتدخل في اختيار الوزراء، في اختيار المحافظين، في اختيار السياسات. خطبته يوميها خطبة مؤلمة للغاية، ليس فيها جديد، وكلها شوية يعني. شوفوا خطب مرسي كانت تذكرني دائما بخطب أئمة المساجد، لا أنتقد خطاب أئمة المساجد لأنه خطاب وعظي موجه إلى متدينين في مسجد، إنما أنا متكلم خطاب سياسي ده موضوع مختلف تماما. وذلك كنت دائما بقول لهم يا جماعة خلوا الرئيس يقرأ من ورقة، قيدوه بخطاب مكتوب بدل هذا الاسترسال الذي لا معنى له. طب ولا الخطاب الثاني اللي سجل بعد يوم 2 يوليا لما خلاص الأمور انتهت وعرف الجميع وتم تسريبه لأحد القنوات، برضو كلام تكرار، أنا الرئيس الشرعي، أنا الشرعية. أنتوا فاكرين كرر كلمة الشرعية كم مرة في خطابه وفي خطاباته الأخرانية؟ بين الشرعية والشرعية كلمة الشرعية. الله، هي الشرعية دي صك مطلق تملكه في يديك وتتصرف كيفما تشاء بالطريقة التي تشاء في الوقت الذي تشاء. العملية الضوابط الدستورية وإيه الإجراءات القانونية وإيه الرقابة البرلمانية وإيه الرأي العام، على مش دي كلها روافد يجب أن يصب فيها الحكم الرشيد. أنا عايز أقول أنه رغم أن أنا في رأيي أن المشير السيسي أو الفريق الأول السيسي في ذلك الوقت حاول أن يمد الحبال ويرخيها كثيرا بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين أو بين القوات المسلحة، وكان عليه ضغوط. أنا زي ما قلت لحضراتكم يوم ما كنا حاضرين تفتيش على الفرقة التاسعة في دهشور، كل خطب المتحدثين فيهم الفنان الكبير عادل إمام، الفنان الكبير يحيى الفخراني، وقلت لكم انه نشوى الحوفي تشنجت تقريبا وبكت، يعني كيف تسمعون بهذا العبث بمصر؟ ان صورة مصر تتدهور بشكل حاد، اين هي القوات المسلحة حامية البلاد والعباد عند اللزوم؟ والمشير يبتسم بهدوء ويقول يعني لكل حادث حديث، ولن يتخلى الجيش عن الشعب مهما كانت الظروف، كلمات عامة كده. ومرة الفريق أول لصدقي كان في الإمارات وإدى تصريح برضو قلب الأمور، وكان المفروض الإخوان يتنبهوا إن الجيش مش نايم، إدى تصريح يؤكد اهتمام القوات المسلحة بالجيش ومتابعتها للأمور ورفضها لأي تجاوزات، واعتبرت في ذلك الوقت إشارة من القوات المسلحة مباشرة وواضحة وقوية تنبئ بأن القوات المسلحة تتابع ما يجري ولا يمكن أن تسمح
باستمرار الأوضاع على ما هي عليه. لكن مين بقى اللي يسمع؟ الجماعة التانيين صموا أذانهم وأغلقوا عيونهم ولم يعودوا قادرين على فهم ما يجري. أنا في رأيي أنه سقوط حكم الإخوان يحتاج إلى دراسة وتأمل، يعني نفسه واحد يعمل كده كتاب صعود وسقوط حكم الإخوان. عارفين كده زي الرايخ الثالث، لما يقول لك صعود وسقوط الرايخ الثالث أيام هتلر، دول بسرعة شديدة جدا في فترة زمنية وجيزة من ثورة 25 يناير إلى تولي السلطة في سنة 2012. في هذه الفترة الوجيزة تمكنوا من بلورة دور وخرجوا على كل ما تعهدوا به وتقدموا لانتخابات الرئاسة وقرروا أن يقودوا البلاد. أيضا يجب أن نراعي أن ما فعلوه لم يكن مستندا إلى قوة حقيقية. ما أنت عشان تحكم لازم يبقى لك قوة، وإلا تبقى مقاتل بغير جنوده، ما عندوش حاجة. يعني في ناس كده دلوقتي تقول لك ما هي القوة الاجتماعية الداعمة للسيسي؟ أنا في رأيي إن هي الأسرة المصرية، المرأة المصرية، الشباب. ولو إنه عايز مراجعة شوية، وأنا ألفت النظر لهذا ولقد قلته في مناسبات مختلفة، التربية السياسية للشباب، التربية الوطنية مش السياسية، مش عايزه يبقى سياسي ولا حزبي، بس عايزه يبقى عارف معنى كلمة الوطن، ما يفرطش في رمل سينا ولا في سنتي من حلايب، ولا الحدود حدود والأرض أرض ولها قداسة ولها احترام. السادات مرة قال لي بيجن، بقول له أرضنا مقدسة، ده بيجن بقى الدعاوى الدينية، السادات راح لاسعوا في الحال وقال له وأرضنا مقدسة قبلكم. لا يعني المسائل دي ما تفوتش ببساطة على أي حاجة. وانتوا عارفين بقى الأخطاء البروتوكولية اللي كان بيعملها، ولما مرة كان قاعد مرة وتصرف ازاي قدام مسؤولة من دولة أخرى، ولما بص في الساعة يوم ميركل. يعني ما هو الراجل برضو مظلوم، المسائل دي محتاجة تدريب، وتدريب بروتوكولي كبير. والموائد اللي كانت بتمد في الرئاسة ويفرش جرايد على الأرض وكل عام حباب محشي. الأسباب التي أدت إلى سقوط الإخوان في مصر تحتاج إلى دراسة وإلى تأمل، لأنها توحي بوضوح بالعجز الكامل لهذه الجماعة عن إدارة البلاد، وإنها جات والأمور مسلوقة وجاءت وليس لديها كوادر حقيقية. طب قارنوا وصول الإخوان للحكم بوصول الإسلاميين في إيران، مع أنا مش موافق يعني على اللي حصل في إيران برضو في حاجات كتيرة جدا، إنما يوم ما وصل للحكم كان عنده كوادر، طابور رؤساء وزراء، طابور وزراء دفاع، لأنه في المذهب الشيعي هناك هيراركي، تدريب سياسي يسمح بوجود كوادر. إنما أنت عندك هنا إيه الكوادر الموجودة؟ مفيش حاجة خالص. ولذلك أنا أرى أن قضية الإسلام السياسي كلها محتاجة لمراجعة. لا أحد يستطيع أن يقول أن الإسلام السياسي في مصر سوف يظل هكذا معتمدا فقط على ما رأيناه. الإسلام السياسي مفهوم أكبر وأشمل، وإذا جاز لنا أن نتحدث عنه فيجب أن نضع ضوابط لعمله ولدوره في الحياة السياسية. ليس دورا مطلقا، وليس دولة فوق الدولة، وليس إيمانا يعلو الوطنية. الوطن لا يعلو عليه أحد، وراية الوطن لا يعلو عليها أحد. هذا هو على الأقل تصوري لما يمكن أن يكون هو السبب المباشر في سقوط حكم الإخوان وانهيار دولتهم كما حدث في مصر. وسوف يسجل التاريخ أنهم جاءوا للحكم عاما واحدا ولم يتمكنوا من الحفاظ عليه، وانتهت دولتهم بأسرع مما تخيل أحد. وطبعا جرت المحاكمات والاعتقالات والتسريبات والهروب إلى آخره، إنما قمة المأساة كانت يوم فض ربعة وميدان النهضة، لأن ده كان بيبين أعلى درجات التعنت الإخواني. عايز يعمل دولة جوة الدولة، جيب مغلق في وسط العاصمة بالأفران، بالدبائح اللي بتدبح، بالأمراض، يعني مش ممكن حد أبدا يقبل هذا. وأنا في رأيي، والناس كأيما كانت متنرفزة جدا من السيسي إنه صبران عليهم إلى هذا الحد ليه، إنما الرجل أراد أن يعطي لكل شيء وقته، حتى لا نكون محل انتقاد خارجي، وحتى يكون هناك حد أدنى من الضمانات في حقوق الإنسان
التي لا يجادل فيها أحد، بينما كانوا هم المعتدون وهم الذين يحاولون العبث بالبلاد والعباد على الصورة التي رأيناها. لا يمكن يا حضرات أن نتحدث عن سنة حكم الإخوان ونغفل عن دور الجماعات السلفية. أنا في رأيي أن الجماعات السلفية استغلت من جانب الإخوان في البداية، يعني كانت الإخوان عاملة هي العقل ودور العضلات، دول يطلعوا في المظاهرات يخلوهم يحصروا مش عارف المحكمة الدستورية، حازم أبو إسماعيل يطلع طابور تقديم ترشيحه من الدق لغاية مصر الجديدة، مظاهر للتخويف وللإشعار بالقوة العددية. والسلفيين طبعا عددهم أكتر من الإخوان، هو السلفي ده ايه؟ ده راجل طيب تبحر في الدين شوية وضرب دقن كده وبقى بتاع ربنا، مفيش ما يمنع تدين وبيقلد السلف الصالح إلى آخره. إنما أن يخرج من هذا إلى التجاوز ليدمع من الإرهاب أو يساند قوة ليست بطبيعتها قوة وطنية، دي قضية أخرى على طول. طب احنا عندما أنت عندك الجماعات الصوفية رصيد حقيقي للوطنية المصرية، عندك الأشراف رصيد آخر رديف كبير للوطنية المصرية وداعمين لولي الأمر ويؤمنوا دائما بأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. مش السلفيين كانوا كده الاول، هم كانوا فين ايام مبارك؟ ما احنا عارفين وهم عارفين. لا، ولذلك مشاركه رموز سلفيه من حزب النور في حركه 3 يوليو اعتبرت نقطه ايجابيه في تاريخهم. وهم دلوقتي بيتكلموا كل شويه يقول لك احنا شركاء في ثوره 30 يونيو ونتائجها، محدش ينسانا وينسى دورنا. لا بأس، بس عليك أن تقدم ضمانات واضحة لدورك السياسي. ما هو أنا فاكر لما دخلوا كنا فاكرين أنهم شيء مختلف عن الإخوان المسلمين، دخلوا الانتخابات وشفت الانتخابات اللي كتتني كرئيس للبرلمان، وحاول أبو العلا ماضي يخش، أبو العلا لا عصام سلطان حاول أنه يترشح قصاده. أنا لاحظت بوضوح أنه السلفيين يمضون وراء الخط الأساسي للإخوان. وذلك أنا دايما بقول الإخوان المسلمين 20% دين 80% سياسة، السلفيين 20% سياسة 80% دين، ولذلك يسهل استغلالهم ويسهل توظيف دورهم. وأظن أن الجماعة بتوع الإخوان خدعوهم وأفهموهم أنهم سوف يتولون من المناصب ما يريدون، وعند اللزوم لا خدوا حقائب وزارية ولا خدوا وظائف محافظين، فكانت المسألة على النحو الذي رأيناه. ولذلك السلفيين عندهم مرارة، ولكنها مرارة يستحقونها لأنهم راهنوا على كارت كان لا يجب أن يراهنوا عليه. المسلم الحقيقي يراهن على الوطنية، وقلت عشرات المرات إن الوطنية من الإسلام وليست ضده، ليست الأممية هي كل الإسلام، الوطنية شيء أساسي آخر. ورأينا كيف أن النبي عندما أخرج من مكة نظر إليها دامعا وقال والله إنك أحب بلاد الله إلي. شوف فكرة الوطن، فالأوطان عزيزة ولا تتعارض أبدا مع المنطوق الصحيح للإسلام السياسي، إنما البعض يحب أن يوظف الأدوار بالشكل الذي يراه، يعني يقول له حلايب وشلاتين عندك عندي ماشي خليها لكم، تروح في سينا عايز حتة أرض عايز ياخد منك وقت تقول لك لا ده مشروع ملوش قيمه اللي بيتكلموا فيه ده لانها كلها ارض الاسلام وارض الله واسعه والحدود دي اللي عملها الاستعمار. يعني انا شايف انه الموضوع اكبر واوسع من ان يتم تناوله على انه مجموعه وصلت الى الحكم وامضت فيه عاما ثم تركته. الامر باختصار هو ان قضيه الاسلام السياسي تحتاج الى مراجعه، واي مراجعه ده على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي لابد من مراجعة شديدة لفهم طبيعة هذا الدين وأهميته وتحويل الجزء السياسي منه إلى جانب إيجابي وطاقة دافعة للناس حتى يستطيعوا أن يسوسوا حياتهم وأن يديروا شؤونهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعرف بدنياكم، فلا وصاية على أحد ما دام لا يقيم حدا لا يتجاهل حدا من حدود الله.
نحن نريد مجتمعا متدينا طيبا صالحا، ولكنه مجتمع ديمقراطي ليبرالي وطني حديث. تلك هي القضية التي يجب أن ندافع عنها وأن نوضحها للجميع. ولذلك إخواننا دلوقتي في الأحزاب السلفية وتصريحاتهم أحيانا النارية بتوحي بأن المسألة لا يمكن أن تظل على هذا النحو، بل لابد من الاعتراف بدور لهم وأن يكون لهذا الدور خصوصية يشعرون فيها بأنهم فعلوا شيئا من أجل هذا الوطن. وأنا ما أكثر المرات في سنة حكم الإخوان التي سعى إليها فيها بعض السلفيين مطالبين بأن يكون هناك نوع من التعاون من أجل المصلحة العامة، ولم يكن لدينا تردد في ذلك وكنا نوافق عليه، ولكن المسألة لم تكن يعني شديدة الجدية ولم تلقى القبول الكامل عند كل الأطراف. الإسلام السياسي ولد في مصر، البعض يرى أن الإسلام السياسي مصري النشأة والميلاد، وده صحيح، ربما ترعرع في آسيا في الهند وباكستان ثم بسط نفوذه على العالم الإسلامي والعالم العربي بشكل غير مسبوق. انتوا لعلكم يا حضرات تتذكرون أن الإسلام السياسي تجذر لدى دول كثيرة لا تنطق العربية، ولكنها فهمت المضمون من خلال الممارسات واعتنقت دورا إسلاميا تنويريا قويا على كافة الأصعدة. أنا أظن أن تناول موضوع الإسلام السياسي يجب أن يكون أحد المفاتيح الأساسية لفهم التاريخ المصري الحديث منذ العشرينيات حتى الآن وربما قبل ذلك، لأنه ترددت دائما دعوات دينية ربما كان بعضها قويا مسموعا مستمرا مثل الإخوان، وبعضها الآخر مغمور غير معروف مثل دعوات أخرى في العالم الإسلامي. الهند عرفت أبو الحسن الندوي، الباكستان كان فيها أبو الأعلى المودودي، مصر كان فيها سيد قطب، كل هؤلاء هم مخرجوا فكرة التراث الإسلامي وفكر الجماعة ليرى النور ويكون على ما نراه حاليا. إن الإسلام السياسي شيء يبدو خطيرا للجميع، ولكنه لا يبدو سيئا لنا على الأقل إلا إذا تمكننا من ترشيده ووضعه في مكانه الصحيح، بدلا من أن يكون قوة دافعة بلا وعي ليس فيها معنى النسيان ولا الغفران. بينما النسيان والغفران دعامتان أساسيتان للعمل السياسي وللحياة العامة عموما. يعني أعتقد أنه إحنا الآن عرضنا للعلاقة بين القوات المسلحة وبين الإخوان، وناقشنا لماذا اختار السيسي وزيرا للدفاع، ووضحنا ورجحنا أن المشير طنطاوي هو من وقف وراء ذلك، بدليل أنه حصل تغيير في المخابرات العامة أيضا، وجاء اللواء التهامي اللي كان في الرقابة الإدارية وكان قبل كده مدير المخابرات الحربية، جاء إلى موقعه الجديد رئيسا للمخابرات العامة. إذن كانت بداية لفترة يريد فيها الإخوان المسلمون أن يلعبوا دورا، ولكن القوات المسلحة تدرك أيضا من جانبها أن هذا الدور لا يمكن أن ينجح إلا إذا عززته أسانيد وتصرفات إيجابية توحي تماما بصحة ما يذهب إليه المتأسلمون. اسمحوا لي بأن أقف عند هذا الحد، وأتمنى للمشاهدين جميعا يعني متابعة جيدة لما نقول، ولعلهم يلاحظون أننا نتوخى الموضوعية تماما، وكل شهودنا فيما نقول أحياء في الغالب، ونحن لا نسعى إلا إلى إجلاء الحقيقة والحقيقة وحدها ودون غيرها. اسمحوا لي أن أشكركم وأن أقول كالمعتاد شكرا لكم مرة أخرى.